لقاء تواصل اللي الحقيقة كنا كنتظروا هذه سنين وسنين وسنين حول أي جامعة نريد بمدينة تيزنيت أو بإقليم تيزنيت. ربما الدراسة اللي شفنا اليوم الدراسة الأكاديمية مشكورين عليها الأستاذ موبني والفريق العمل ديالو هي دراسة واقعية شاملة من كل الميادين والمجالات كما شفنا، ويعني اللي غادي تكون بداية خير وفعل على هذه المدينة باش إن شاء الله لمالا مدينة تيزنيت تكون عندها نواة جامعية كما بغاونا الأبناء ديالها وكذلك الساكنة ديالها. عندي واحد التساؤل للسي الأستاذ يمني، يعني واش ما كتشوفش بأن هذه الدراسة اللي قمتم بها شنو هو المدى ديال التسويق ديال هذه الدراسة باش أولا جبنوا الاستثمارات كمرجع تكون هذه مرجع جلب الاستثمارات على المستوى الإقليمي والمدينة في إقناع بعض المستثمرين بالبقاء في المدينة خاصة في إطار تعقيد المساطير الإدارية. كنعرفوا بأنه راه ما يمكنش يجي شي مستثمر لأنه كيشوف مؤهلات ديال المنطقة يجي يستثمر لك في تيزنيت إلا فيها واحد الغياب ديال العدد ديال الأمور اللي يمكن هذاك الاستثمار ديالو ينجح في ديك المدينة. كذلك ما مدى إنجاح هذه الجامعة خاصة فيما يخص توفير الوعاء العقاري الذي يشكل إشكالا حقيقيا اليوم لدى أبناء هذه المدينة خاصة المنتخبين منهم؟ يعني كنقولوا بأنه يجب ضرورة وضع اليد فيما بين المنتخبين أولا والسلطات والفعالية الاقتصادية. من خلال الدراسة ديالكم استكشفتوا بأنه كاين مجموعة من الناس كيقول لك أودي كاينين واحد اللوبيات اقتصادية في المدينة كتستحوذ على مجموعة من العقارات، وهذا راه إشكال واقعي خصنا نناقشوه. نقولوا كاينين الناس شراو أراضي ملي تجي الدولة ولا تيجيو الناس مستثمرين باش يستثمروا في المدينة ما كيلقاوش فين يستثمروا، يعني هذا تأكيد على أن ذوك الناس بغاو يشريو هذه المدينة والله أعلم. هذا بين قوسين خاصها تكون كذلك مؤسسات المنتخبة خاصها تكون عندها إرادة حقيقية وسياسية، لأنها إذا ما كانتش إرادة سياسية باش نمشيو مع دوك الناس المستثمرين في إطار مقاربة التشاركة ديالهم راه ماشي ساهل أنك تمشي دير غدا وبعد غدا تحيل لهم لهذوك الناس تحيل لهم الأرض تعوضها لهم، وهذاك المشكل هو فاش كنهربوا كمؤسسات منتخبة. لذلك خص تكون إرادة حقيقية لدى المنتخبون في هذا الإطار باش نقولوا بأن الوعاء العقاري ما بقاش عندنا مشكل فيه في تيزنيت. كذلك من بين إلى أن تسألوا أي نوع من الجامعات نريد بمدينة تيزنيت، نريد جامعة خاصة لما لا مثل هذا النموذج أنتم اللي جبتوه. واش غادي تحقق في مدينة تيزنيت كاين وعاء عاوتاني لأنه غادي نرجعوا نقولوا بأن الوعاء العقاري غادي يشكل لنا مشكل، واش كاين الوعاء العقار ديالو وماذا النجاح ديال هذه الجامعة؟ كما قال الأستاذ أنا أشاطره السي حسن بن عمر أشاطره الرأي في بعض الأمور لدينا المستوى الإقليمي كيقول لك دوك الأمور بأنه البنات مثلا ما تيبغوش يخليوهم يمشيو البعد، كاينين الناس من خلال الدراسة كيقول لك أودي أنا ولادي خصني يكونوا هنا، كاين اللي كيقول لك أنا بغيت غير نقرا نشد هذا يعني لا ليسونس ديالي ولا نشد ما يسمى بسميتو بالتخرج ديالو ولا كما قال الأستاذ، ولكن ماشي هذا هو الإشكال. الإشكال هو أنه واش ملي غادي تكون الجامعة حقيقة في مدينة تيزنيت غادي تجيب لنا مستثمرين؟ هذا هو اللي خصنا نتسائلوا عليه. شكرا.